اليوم نتناول ملف السلام وتطورات عملية السلام بشكل عام، لا سيما في ظل تحديد موعد توقيع اتفاق السلام النهائي بالأحرف الأولى في جوبا بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية السودانية وعدد من الفصائل الأخرى بعد تعقيدات كثيرة أدت لتأجيل التوقيع أكثر من مرة. أرحب بضيفي داخل الاستوديو، السلطان إبراهيم أبو بكر هاشم ممثل حركة العدل والمساواة السودانية بالداخل. مرحبا سلطان. مرحبا بقناة الشروق والتحية للمشاهدين، ونحن سعداء أن نكون عبر الهواء إن شاء الله لتناول موضوع السلام الذي ينتظره الشعب السوداني بشغف شديد إن شاء الله. أيضا أرحب بضيفتي داخل الاستوديو الأستاذة منال الأول القيادية في الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح مالك عقار. مرحبا استاذ منال. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. تحيه للمشاهدات العزيزات والمشاهدين وشكرا جزيلا للاستضافه. نعم، ابدا معك السلطان ابراهيم ابو بكر هاشم ممثل رئيس حركه العدل والمساواه السودانيه بالداخل. سلطان، يعني ما هي اخر التطورات التي تجري الان في جوبا وانتم يعني احد الفصائل التي تنضوي تحت الجبهه الثوريه التي تفاوض الحكومه وتتفاوض معها؟ مرحب. السلام عمليه استراتيجيه للسودانيين كافه وللوطن بصوره اخص، لذلك ظلت القوى الثورية دائما تبحث عن السلام أينما كان، حتى حطت به المحطة في الدولة الشقيقة جنوب السودان وفي عاصمة جوبا. والآن بذل الناس ما بذل كل ما لديهم من مجهود عظيم لكي يناقشوا كافة ملفات التي تتعلق بجذور الأزمة السودانية منذ الاستقلال إلى الآن، وكأننا الآن أمام مرحلة جديدة تشرئب لها نفوس كافة السودانيين، وتتمناها أن تكون لكي تملأ الأجواء السودانية بالفرحة والسرور، وهو التوقيع عملية السلام بالأحرف الأولى إن شاء الله. نعم سيد السلطان، أنت تتحدث عن مشكل يعني متجذر في الأزمة السودانية. نعم. هل ما يجري الآن في جوبا يعني يخاطب جذور الأزمة السودانية بالفعل؟ وهل الجبهة الثورية وأيضا حركتكم حركة العدل والمساواة السودانية حريصة على هذه النقطة بالتحديد؟ يسلم. نعم. حريصة جدا. وبالمناسبة كما أسلفت أنه مسألة السلام مسألة استراتيجية للجبهة الثورية وحركة العدل والمساواة السودانية خاصة. نعم. ومسألة الاقتتال والسلاح وما شاكل ذلك عبارة عن فقط وسيلة للتنبيه بأن هنالك مشكلة. وحسنا أن الثورة، ثورة ديسمبر، أتاحت فرصة لفرقاء السودان أن يجلسوا مع بعض في روح توافقي أخوي بإرادة سياسية لكي يبحثوا مشكلة السودان. والمشكلة الأساسية هي لم تتوافق السودانيون حول كيفية حكم السودان منذ الاستقلال لتاريخ اليوم. نعم. مما جعل أن هنالك كثير من الجسيمات التي تسمى بالأحزاب، سواء كانت أيديولوجية أو طائفية وما شابه على ذلك، إنها تتبنى برنامج وتفرضها على الجمهور، وهذا ما أدت إلى مشكلات عظيمة ومتجذرة جزأت السودان إلى مركز وهامش. وبالتالي لا بد من معالجة هذا الأمر بفهم ووعي وتجرد. طيب كامل. السيد السلطان، أنا نعم. سؤالي يعني ما زال قائما، هل مسألة الهامش والمركز الآن تتم مناقشتها، وما هي الآلية التي تعملون من خلالها لإزالة هذا الشكل؟ نعم، الآلية هي حكومة السودان المتمثلة في المجلس السيادي بالإضافة إلى الحركات، حركات الكفاح المسلح، تحت وساطة جنوبية قريبة من نفسية الإنسان السوداني بمراقبة المجتمع الدولي.
فأفتكر أن ما يناقشون وما يتوصلون إليه يجعل الإنسان مطمئنا، ولن تقبل حركات الكفاح المسلحة على توقيع أمر ما لم يكون مقنعا لمعالجة جذور المشكلة السودانية. نعم أستاذ منال، الأول القيادية في الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح مالك عجار، الحركة هي الأخرى أيضا انخرطت في مفاوضات سلام مع الحكومة، والآن أيضا يعني هناك نقاط اتفاق كثيرة يمكن أن تؤدي إلى توقيع اتفاق سلام شامل. كيف تم تجاوز ملف الترتيبات الأمنية ما بين الحكومة والحركة؟ نرجع للمسألة بتاعت إنه من برجوبة هل هو يناقش حقيقي الجذور الأزمة السودانية؟ أنا أفتكر إنه الكلام ده يعني السلطان أجاب عليه وأنا بأكد عليه إنه فعلا في مخاطبة لجذور الأزمة السودانية بكل أنواع الأزمة الموجودة، الجذور التاريخية للظلامات اللي كانت حاصلة، العنف الحاصل، العنف اللي هو الظاهري الحرب في مظهره، لكن هو نتيجة لنوع ثاني من العنف، عنف كان في الهيكل السياسي، عنف في الهيكل الاقتصادي، عنف اجتماعي، دي انواع العنف اللي ادت لانه يكون عندنا عنف مباشر اللي هو الحرب. يعني عندنا الحرب ده هو عباره عن الظاهره، وده فعلا الكلام اللي قاله السلطان. عشان كده نحن عشان نقضي على الحرب لازم نقضي على جذور الازمات دي اللي هي الازمات الحاصله في الهيكل السياسي وهيكل الحكم وفي النظم الاقتصادية والاجتماعية دي والظلم الثقافي، ده كله حاصل. هل توصلتم لاتفاق في هذه النقاط التحديد؟ تم الاتفاق على الحركة الشعبية، الحركة الشعبية قيادة القائد مالك عقاد، تم التوقيع على الترتيبات الأمنية ووقف العدائيات، وتم ودخل في إطار التنفيذ الاتفاق ده، وأيضا تم الاتفاق حول الترتيبات الأمنية، الكلام ده تم في الأسبوع الماضي، والآن قاب قوسين أو أدنى على ملف الترتيبات الأمنية والتوقيع عليه بالأحرف الأولى. التجاوز في الترتيبات الأمنية طبعا البنود خرجت وكل قراها هي فعلا نفذت ما كان يرجو إليه إنسان الهامش والإنسان اللي كان حامل السلاح لفترات طويلة يقاتل من أجل حقوقه. الآن الترتيبات الأمنية أتت بهذه الحقوق، وكان في تجاوب من الوفد الحكومي، يعني في نقاش كان منطقي وقدروا إنه يتجاوزوا العقبات. فعلا كان في تعثرات هنا وهناك، لكن في نهاية الأمر كانت الرغبة والإرادة القوية بإنه الناس تصل لاتفاق بتاع السلام ويوقف الحرب والأزمات بتاعت الوطن، ثم تجاوز هذه النقاط والعقبات وتوقيع على الترتيبات الأمنية. الرفاق في المسار بتاع دارفور هم أوشكوا برضو ما زالوا بيناقشوا في الترتيبات الأمنية، لكن برضو قاب قوسين أو أدنى من التوقيع. طيب أستاذة منال، ما هي أبرز النقاط يعني نقاط التحفظ من قبل حركتكم المفاوضة؟ كان المسألة بتاعت الفترة بتاعت الدمج لقوات الحركة الشعبية والجيش الشعبي، دمجوا مع القوات المسلحة الفترة الزمنية المقترحة، كان في تفاوض في المقترح. الحركة الشعبية وضعت 5 سنوات إلى 4 سنوات، الوفد الحكومي كان بيتكلم عن 9 شهور كحد أقصى، لكن في النهاية اتفقوا على 39 شهر. أيضا الهيكلة، إعادة هيكلة القوات النظامية أو الأجهزة الأمنية برضو كان فيها يعني بعض العسرات تم التجاوز واتفق عليها. هيكلة القوات النظامية السودانية، إعادة هيكلة القوات النظامية بدمج الجيش قوات الشعبي قوات الحركات المسلحة كلها. نعم. طيب أنا هعود لهذه النقطة، ولكن أعود لي السلطان إبراهيم أبو بكر هاشم ممثل حركة العدل والمساواة السودانية بالداخل. رئيس. نعم. طيب سيد السلطان، تحدثت عن كيفية الحكم، يعني كيفية حكم السودان منذ بواكير الاستقلال. الآن أشرت إلى أنك من خلال يعني التفاوض تم حل هذا الموضوع.
لماذا توصلتم من خلال هذه المفاوضات في مسألة كيفية الحكم؟ في مسألة كيفية الحكم ينبغي أن تكون هنالك مسألة الحكم نابع من القواعد من الجماهير وليس من النقب السياسية. لذلك إحنا لدينا مؤتمرات على مستوى القواعد، مؤتمرات على مستوى المحليات، ومؤتمر على مستوى الأقاليم ومؤتمر الأقاليم لكي يقرر في مسألة الحكم، بحيث أنه ما هو نوعية الحكم الذي يحكم به السودان. وإحنا مما يعني استقل السودان لتاريخ اليوم لم يعقد أي مؤتمر من هذا القبيل ليقرر في نوعية الحكم، بل أصبحنا نحاكي الاستعمار شمولية عسكرية مدنية بتاعته كلام ماشى يعني الديمقراطية، في حين إنها ليست بالديمقراطية ولا يحزنون، إنما هي مسألة مركزية قابضة على السلطة. ولكن يا سلطان هذه هي أشكال الحكم المتبعة والمعروفة يعني التي من خلال تدار الدول. نعم من خلال تدار الدول، لكن فلننظر للنموذج الأمريكي كيف جاء. جاء من القواعد ولم يكن من النقب العليا في 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 مشروع إقرار الدستور الأمريكي. كان حقيقة مؤتمرات قاعدية وثم ولائية ونتجت إلى كيفية حكم الولايات المتحدة الأمريكية فأدى إلى استقرار الحكم. كذلك فلننظر لبريطانيا أيضا لم تكن هنالك مسألة فوقية، بل إنما تنبع من القواعد. فلذلك نحن نريد ما يقنع الإنسان، والإنسان يرى نفسه في ذات الحكم وليس مفروضا عليه كما كان. نعم سيد السلطان، يعني إشراك القواعد في 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 كيفية الحكم ونظام الإدارة في البلد يحتاج لوعي سياسي، يعني على الأقل يعني هل هذه الأرضية متوفرة للشعب السوداني أو لبسطاء الشعب السوداني الذي تحدث عنهم؟ وهل تفتكر أن الشعب السوداني في درجة من يعني الجهل الذي لا يستطيع أن يقرر المصير؟ ابدا. الشعب السوداني الان واعي وعيا يفوق وعي ناس الخرطوم. وبالمناسبه اقول لك كلام، لا يعني هذا يعني هذا الوعي البسيط في اطراف السودان هل يعرف ماذا عن العلمانيه او يعني عن الشموليه او النظام المدني او كل الاشياء هذه قد تكون معروفه بالنسبه لديه؟ هل كانت تجارب السودان يتكون مما ذكرته؟ فإذا كان مكونا مما ذكرته شمولية ديمقراطية بتاعته ماشة، فإن الإنسان السوداني الآن وصل لقناعة بأن ما كان عليه لم يكن مفيدا، فعليه أن يقرر هو ويحميه بذاته. نعم طيب، في حركة العدل والمساواة السودانية هل لديكم تصور واضح لهذه المسألة يعني لنظام الحكم أنتم؟ نعم لدينا رؤية كيفية حكم السودان. ما هي رؤيتكم إذن؟ رؤيتنا أولا حكم فيدرالي حقيقي. ماذا تعني بحقيقي؟ حقيقي بمعنى أنه ليس كما كان يعني حكومة أقليمية، حكومة ولائية، حكومة بتائية، لكن في نفس الوقت قابضة. لا يستطيع الوالي أن يعين خفيرا في منزله إلا بأمر من القيادة، وهذا ما هو مرفوض. ينبغي أن يكون الإنسان يتمتع بكافة السلطات في إطار ولايته أو في إطار مسؤولياته، فلذلك هذا ما نراه. فلذلك ينبغي أن يكون حكما فيدراليا يجتمع السودانيون فيما يجتمعوا فيه. ولكن السيد السلطان يعني الحكم الفيدرالي نعم. أو الحكم الاتحادي أو الحكم المحلي نعم. أتاح ولو يعني قدر ضئيل للحكام في الولايات أيضا لحكم الولاية أو تعيين من يشاؤون يعني. أبدا إنك تقول ذلك يمكن من خلال قراءتك لظاهر المسألة الماشية، لكن من خلال التطبيق الفعلي ديكتاتورية بحتة. وكيف عرفتم أنها كانت ديكتاتورية؟ كيف عرفنا أنه ديكتاتورية؟ فما بالك أنت والي لا تستطيع أن تعين خفير من غير أن تأخذ صك أو موافقة من جهة أخرى يزكيه حتى يتم موافقته، فماذا يعني هذا؟ تدخل في سلطاتك لا ينبغي أن يكون، لا ينبغي أن يكون. فلذلك الذي يحمل المسؤولية ينبغي أن يتحمل مسؤوليته كاملة دون تدخل من أحد، إلا في إطار القانوني، وهذا ينظمه القانون القومي والقانون الولائي أو الدستور والقوانين الولائية بنسق هذا. لكن ما عدا هذا لا يستطيع لرئيس الجمهورية أن يتدخل في حق محافظ أو
هو معتمد، ما افتكر انه موجود لانه ده من الشخانيات القبيحه، لكن افتكر انه محافظ يمكن يعني لا يستطيع ان يتدخل في حقوق المحافظ. ما الفرق بين المحافظ والمعتمد؟ الفرق شنو يعني؟ والله المعتمد احنا سمعناها في عهد الانجليز وسمعناها في عهد الانقاذ، احنا ما عارفين، لكن اختلف المسمى ولكن الوظيفه باقيه. لكن 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 المحافظ هو جاء من كلمه حفظ، يحفظ حفظا، فهو محافظ يحافظ على حقوق الناس. لكن ايش معتمد؟ انا لا ادري، انا لا افهم معنى معتمد بامانه، لا افهم معنى المعتمد، لكن اعرف محافظ موجود وفي كل الانظمه الدوليه الان موجوده، موجوده بمسمياتها باللغات المختلفه، لكن موجود محافظ ولم يكن هنالك معتمدا. نعم. طيب استاذه منال الاول القياديه في الحركه الشعبيه لتحرير السودان جناح مالك عقار، توصلتم الى نقاط ايضا فيما يختص بملف الترتيبات الامنيه وادماج الجيش، اشرت الى انكم يعني اتفقتم على 39 شهر او 37 شهر، لماذا يعني كانت رؤيتكم اسرع يعني خلال 4 أو 5 سنوات والحكومه تتحدث عن 9 إلى مثلا 10 سنوات؟ طبعا ال 39 شهر هي تقريبا الفتره الانتقاليه، فالفكره انه يتم الدمج التدريجي لحد ما تنقضي الفترة الانتقالية، بعدها بكون وصلنا لجيش قومي واحد، العقيدة بتاعته عقيدة وطنية تجاه الوطن، هدفه حماية الوطن، اللي هي دي المهمة الأساسية للجيش القومي الموحد. الكام موجود في السودان عبارة عن كمية من الجيوش والميليشيات بتتبع لقيادات مختلفة، سواء كان في الأجهزة الأمنية، سواء كان الأجهزة الشرطية، سواء كان القوات المسلحة، سواء كان الميليشيات الموجودة في مناطق بتاعت النزاعات، من دفاع شعبي إلى دعم سريع إلى. ففي الفترات السابقة هي كانت عبارة عن جيوش بتحمي السلاح تتبع بأوامرها لقيادات مختلفة، ما القوات المسلحة، ما القيادة بتاعت الجيش. الكلام ده هنا اللي عايزين ينتهي، انه كل من يحمي السلاح يكون تحت قياده وامره القوات المسلحه، اللي هي بعد ده بقت ماخذه الصفه بتاعت القوات المسلحه القوميه. نعم. استاذه منال، يعني جيش وطني بعقيده وطنيه. وطنيه. يس. الم يكن هذا الجيش بعقيده وطنيه؟ ابدا. منذ 30 من يوليو تم أيد لجنة الجيش السوداني القوات المسلحة. نعم. وتم إحالة عدد آلاف، وأنت تعرف ذلك، آلاف للصالح العام، معاشات، اغتيالات، تصفيات، ده كان بيحصل. نعم. عندنا جيش مؤدلج ذو قوات المسلحة، وبعد ذاك بقت في أجنحة ثانية تم تكوينها، ده الميراث بتاع الدولة السودانية من قواتها المسلحة. نعم. وكمان ما يكفي انه احنا بنرسل القوات دي للقتال لداخل الوطن، جينا بنرسلها للدول المجاورة عشان ما تخش في صراعات احنا ما عندنا فيها لا ناقة ولا جمل. وهل وصلتم لاتفاق حقيقي فيما يختص بدمج هذه القوات؟ نعم. يعني هل تعتقدين أستاذة منال بأن قوات الدعم السريع التي يعني يتحدث من يتحدث عن أنها قوات تتبع للقوات المسلحة وتعمل بإمرة القوات المسلحة ولا ينطبق عليها يعني تصنيف ميليشيات يعني كما تتحدثين، هل بالفعل توصلتم إلى دمج هذه القوات فيما يعني في بعض؟ الدعم السريع بتنتبع للقوات المسلحه، الكلام ده ما جاء بعد في الوثيقه السوريه، الوثيقه السوريه اللي هي بعد في الحكم الانتقالي، الوثيقه السوريه اللي ادت الى وجود الحكم الانتقالي الموجود حاليا. يعني بالفعل الان القوات الان هي جزء من القوات المسلحه، لكن ما زالت القوات المسلحه دي بتحتاج لاعاده بتاعت هيكله، ما زالت. طيب الهيكله يعني ماذا تعنين بالهيكله ودمج؟ ما في قوات، ما في جيوش اصلا، يعني تم حل هيئه العمليات التابعه لجهاز الامن والمخابرات بوثيقه دستوريه، بس وثيقه دستوريه اي برضه بوثيقه دستوريه، ما في قانون بتاع قوات مسلحه، ان احنا دايرين القانون بتاع القوات المسلحه هو ده يبقى، ده هو اللي يكون الاساس للانضمام للقوات المسلحه. يعني القصه بتاعت انه الزول يكون عنده ولاء
عشان يبقى جزء من القوات المسلحة وعليها يتم ترقيته بالرتب والدبابير، الكلام ده احنا عايزينه ينتهي يعني. طيب سيد السلطان، أستاذة منال تتحدث عن عقيدة للقوات المسلحة ويعني جعل هذا الجيش جيش وطني صرف من غير أي أعمال أخرى. أنتم في حركة أو حركة العدل والمساواة السودانية، ما هي يعني رؤيتكم ل يعني رفع مستوى التدني الواضح والشديد في مناطق دارفور والمناطق التي تأثرت بالحرب والنزاع والتهجير وكثير من الإشكالات؟ نعم، هو حقيقة يعني كل السودان متضرر، ولكنكم الأكثر تضررا وبما فيها العاصمة وفي قلب العاصمة قول كافوري. حينما كان يعني اختزن بعض الدويلرات في لما كان الدولار بمية ولا حاجة بالشكل ده، والآن مشى وجهد الإنسان بقى مسروق. على كل حال احنا رؤيتنا لكيفية رفع الضرر عن المناطق المتأثرة بالحرب وكذلك المناطق الغير متأثرة بالحرب. فلذلك أتينا بمسألة المسارات، لأنه هنالك في مشاكل مناطقية مختلفة من منطقة لأخرى. فلذلك جاءت المسارات على أساس تعالج مشكلة كل جغرافيا لاحدة. أما بالنسبة لدارفور، لدينا رؤية متكاملة لإعادة تأهيل ما دمرته الحرب إن شاء الله. ورؤيتكم هل مدرجة ومضمنة في هذا الاتفاق؟ مدرجة ومضمنة بإذن الله عز وجل، ومش كمان يعني بكلام إنشائي مكتوب، وإنما بأرقام. وما أحسب أنه هنالك ضرر غاب على الإنسان، لأنه الضرر الموجود في دارفور من 4 أجزاء. في جبر الضرر، قال الذين قتلوا وأعدادهم كبيرة ولا يمكن أن نعيد الأرواح، فلذلك نستعيد عن الأرواح بما يجبر الضرر المتضرر رد الحقوق. هناك كثير من الحقوق سلبت، سواء كان مادية أو غير مادية، فلا بد من أن ترد هذه الحقوق على دور المليم. ونحن في حركة العدل والمساواة قدرنا هذا الضرر، بالإضافة إلى ذلك رد الاعتبار كالذي فقد عقله نتيجة للقذائف. يعني هنالك عادات كبيرة من الناس فقدوا عقولهم نتيجة للقذائف المفاجئة، كثير من النساء أجهضن نتيجة للقذائف المفاجئة، من فقد أو كثير من النساء تعرضا للاغتصاب من قبل القوات. فأيضا هذه نريد أن على الأقل نرد لهم اعتبارهم. كل هذه الأشياء مدربة على دور البنك ومعتمدة من قبل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والترويكا. نعم، ولكن ماذا سيد السلطان؟ نعم، لدينا نماذج يعني. نعم، هناك اتفاقات، اتفاق سلام دارفور. نعم، لم يصل لهذه الأرقام. هناك يعني كانت هناك أرقام وتعويضات وجبر ضرر كما تحدثت. اتفاقية سلام الشرق أيضا في شرق السودان، ولكن لدينا هذه النماذج المشوهة. لدينا كيف نتجنب النماذج المشوهة؟ هذه السلام الذي تتحدث عنه سلام مصطنع من قبل نظام الإنقاذ البائد حسب إرادتي وحسب رؤيتي، ولم يكن حسب رؤية المتضررين مطلقا. فلذلك نحن لا نعدها سلاما مطلقا، وإنما مسرحية لمسألة تغدير قضية الهامش. نعم، أستاذة منال. نعم،
مشاركة الحركة الشعبية في الجيش السوداني أو إدماج قوات الحركة الشعبية، يعني كيف تم ترتيب هذا الأمر؟ هناك رتب عليا في الجيش سيتم يعني استيعابه من قبل قواتكم، وأيضا يعني أشكال أخرى للدمج. هناك من يعتقد بأن حركاتكم أيضا هي تحرص في أن تأخذ هذا النصيب من قيادة الجيش من خلال يعني أفراد أو من خلال تصورات لهذا الأمر، كيف ترون؟ سؤال مو واضح لو سمحتك. طيب أنتم الآن يعني هناك من يرى بأن حرصكم على هذه النقطة بالتحديد هو للوصول لرتب عليا في الجيش من خلال تعيين أفراد من قواتكم، ما هو تعليقكم؟ أنا ما الكلام ده، ما ده حق، ما دي جيوش قاتلت وقاتلت من أجل قضايا وأهداف هي حقيقية كان. وبعد ذاك لما يجي الدمج، إذا كان الزول عنده رتبة في الجيش الشعبي مثلا فريق قول عميد، طيب لما يجي القانون بتاع الدمج ده والتسريح ما بيديك الخيار، يا يعني إما إنك تختار إنك يتم تسريحك وتضع السلاح وتكون مواطن وده عنده يعني ترتيباته، او انك تختار تكون جزء وتمارس من الجيش السوداني، تمارس اي جزء من الجيش السوداني وتستمر في ممارسة. لكن هناك مهنتك تراتبيه في الجيش السوداني، هل هذه موجوده في قوات حركتكم؟ نعم موجوده. عشان كده بنقول الكلام ده بيحصل بعد ذاك بترتيب بترتيب بيجيب عدد القيادات الموجوده الرتب الموجوده وبيقارنوها والفتره الزمنيه اللي هم كانوا فيها يعني في الموقع المعين او في الرتبه المعينه بيقارنوها بالجيش السوداني. والجيش السوداني نفسه طبعا عنده مدرسته وعنده الاسس بتاعته بتاعت التكوين. يلا دي ما الكلام ده ما تجربه يعني حديثه، قبل كده حصل في الاتفاق بتاع اتفاقيه السلام الشامل 2005 تم اعاده دمج او بدا كان دمج القوات المسلحه مع الجيش الشعبي للحركه الشعبيه في الوقت ده قبل الانفصال. تم اعاده دمج عدد من القوات اللي كانت مشاركه في الجيش الشعبي الى داخل القوات النظاميه سواء كان في الشرطه او في الجيش او القوات المسلحه. الكلام ده تجربه يعني حصلت قبل كده ولازم تحصل ثاني، لانه انت بيكون عندك زول بيقاتل وعنده سلاح وعنده رتبه وانت عايز تتحصل على جيش واحد، ما حيضل زول برا شايل له سلاح وهو خارج اطر النظاميه للقوات المسلحه. نعم ده المقصود. طيب نتواصل في أجندة الساعة لهذا اليوم من خلال هذه الموضوعات وملف السلام للحلقة الثانية، ولكن عقب الفاصل. أهلا بكم من جديد في أجندة الساعة لهذا اليوم، وأرحب بضيفي داخل الاستوديو سلطان إبراهيم أبكر هاشم ممثل رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بالداخل، والأستاذة منال الأول القيادية في الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح مالك عقار. سيد السلطان، تحدثت عن إنصاف يعني المظلومين في دارفور وأيضا ذلك بإقامة العدل، مش كده؟ طيب ما هي رؤيتكم لتسليم البشير للمحكمة الجنائية إذا تطلب الأمر؟ نحن مع الضحايا 100%، ونحن مع القانون الدولي 100%، وكل من ينتهك حق الإنسان فلا يقتصر على المنتهك فقط أو أوليائه، وإنما يندعو ذلك إلى كل رجل إنساني على مستوى العالم. فهناك كثير من المشاكل، فقضية تسليم البشير وما شكل ذلك هي قضية دولية نتيجة لانتهاك حقوق الإنسان انتهاكا جسيما. فلذلك نحن مع القانون، فإذا تم أو إذا الآن أريد تسليمه فنحن مع القانون الدولي الإنساني فليذهب إلى لاهي. نعم، يعني أفهم من حديثك أنكم مع الضحايا ومع القانون. نعم مع يعني القانون، لا تمانعون تسليم البشير. نيفر أبدا،
نعم. ابدا. لكن يا اخي قبل ما تمشي انا حقيقه لسه احنا ما وقعنا الترتيبات الامنيه وما اعرف شكلها كيف، لكن من خلال سؤالك لأستاذ منال هنالك بالمناسبه انتم عندكم فهم يبدو انه زي مخلوط حبه كده، جيش سوداني مرتب مؤهل، وهنالك ناس يبدو أن ميليشيات ما عندهمش خبرة. لكن بالمناسبة جيش الكفاح المسلح مكون بالمناسبة من 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 من, من, من رجالات ربما لا يوجد في مثل كفاءاتهم في الجيش السوداني. كفاءات من يتناح، كفاءات من جميع النواحي، كفاءات علمية، درجات علمية عالية جدا، والآن هم في 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 حركات الكفاح المسلح يقاتلون. كذلك العقل الإنساني ليس محصورا في الجيش السوداني، فالإنسان بفكر ويعطي، فلذلك النظريات التي جاءت بها حركات الكفاح المسلح لم يكن لدى الجيش السوداني الآن. ولكن الكفاءة المطلوبة السيد السلطان في مجال الجيش هي الكفاءة العسكرية. معك كفاءة العسكرية في إيش؟ طاهر الفكي مثلا، البروفيسور طاهر الفكي وهو مقاتل وكان في الجيش السوداني، والآن هو في الجيش السوداني وبروفيسور في الطب، فألم يكن يعني يستحق درجة فريق يعني؟ والبس عشان هو من الحركة نجوه نلحقوه بالجيش وخلاص باعتبار انه هو جاء من الحركه؟ ابدا. سيد السلطان برضه لانه حقيقه حركات الكفاح المسلح بها يعني جيوش هم خريجين بتاع جامعات، شباب خريجين بتاع جامعات، وفي ناس كانوا يعني في وظائف بعد ذاك اقتنعوا بالكفاح المسلح وخرجوا وانضموا الى الحركات المسلحه. في بعض القوات المسلحه هم داخل الجيش السوداني لأي سبب من الأسباب، الناس اللي زالون للصالح العام، الناس اللي زالون معاش، في ناس مش انضموا للحركات المسلحة، يعني هم مؤهلين أصلا، في ناس مقدرين أصلا من داخل القوات المسلحة نفسها، هم الآن جزء من حركات الكفاح الثوري. نعم، سأعود لهذه النقطة بالتحديد ولكن بعد متابعة هذه الاستطلاعات. في رأينا نحن كولايات طرفية السلام مأخوذ من جزء من الأوضاع، من المفترض يكون في سلام شامل يبدأ من الداخل من مكونات المجتمع السوداني. الآن داخل الولايات أو داخل السودان، الولايات الطرفية بالذات المتأثرة بالسلام بعيدة جدا من الحوار، بعيدة جدا من الحاجات اللي بتحصل في جوبا. فالحكاية حصلت في مجلس محدود العضوية، فمفترض بعدم المفوضية بتاعة السلام مفترض تكون في حاجة اسمها مجلس السلام عام، مجلس أو جسم كبير قومي يكون يبني السلام من الداخل ويصل للجنوب او يصل لجنوب السودان، اللجنه العليا هناك. ولانه المجتمع الان في ولايتنا احنا بالذات مجتمع متداخل، مجتمع فيه حاجات كثيره جدا محتاجه لبناء السلام من الداخل، لازاله غبن، لازاله حاجات كثيره جدا فرضت الحرب، فرض النظام البائد. نحن نتمنى انه يكون في مؤتمر جمعي لولايه النيل الازرق يشمل كل مكونات المجتمع، إدارة أهلية، مجتمع مدني، قوى سياسية، مهنيين، علشان يناقشوا كيف يتم السلام. الآن الحياة الخشت السلام الجديدة دي ما عارف لمصالح حكومية زي المسارات. نحن لما قمنا والحكومة اللي فاتت خلت في حاجة اسمها حركات أو كفاح مسلح، ممكن تتمثل في ثلاثة ولا أربعة أو خمسة حركات، الآن دخلت حياة تانية زي مسار الوسط ومسار الشمال ومسار الشرق، فهي من أين أتت هذه المسارات؟ ده معناه الدليل حب للسلطة. فنحن نتمنى إنه يكون سلام جادي، سلام مجتمعي جادي، سلام مستقبل للسودان، سلام بكل مكوناته، سلام اقتصادي، سلام سياسي، سلام مجتمعي. لو ما تكونت هذه الحاجات دي بيكون سلامنا ناقص، والمفروض الناس ما تيجي تتكلم على هواه الناس انه دايرين يكون، لانه اي زول جاي من هناك جاي للسلطه ما جاي للسلام. فانا بناشد اخواننا في الكفاء المسلح انه يركزوا على الحركات التي حملت السلاح، ومغضيتها هي اللي قالت المهمشين ما وسط، ما مسارات، المهمشين مناطق. المواطن السوداني وخاصه مواطن الدارفور زله يتامل ويتمنى السلام منذ
نظام العهد الباي ما يقارب 30 سنة، والآن نحن في اعتاب ثورة ديسمبر المجيدة والمفاوضات جارية. نتمنى إنه هذه الحكومة وبالتنسيق مع الحركات المسلحة أن تأتي بالسلام وتنعم السودان وأهل دارفور بصفة خاصة بالسلام وتزدهر إن شاء الله السودان اقتصاديا واجتماعيا وبتحقيق السلام بينعم المواطن. ويعني الآن الإشكاليات الحاصلة، المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الماسلة في السودان عموما كلها هي نتيجة للحروب اللي واحدة من آثارها يعني. فأنا أفتكر إنه السلام هي بتحقق لنا الاستقرار، بتحقق التنمية، بتحقق الرفاهية للمواطن، يعيش أن ينعم المواطن في ظل هذه الثورة. ومطلوبات هذه الثورة هو السلام على الأقل، يعني النزوح واللجوء أهلنا اللي الآن هم موجودين في معسكرات النزوح واللجوء بتحقيق السلام. أنا أعتقد أنه النازل حيرجعوا لمناطقهم وحيعود التنمية اللي المتوازنة. أهلا بكم من جديد، نتواصل في أجندة الساعة اليوم برفقة ضيفي داخل الاستوديو، السلطان إبراهيم أبكر هاشم ممثل رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بالداخل، والأستاذة منال الأول القيادية في الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح مالك عقار. في يعني مسألة تأهيل القوات، يعني هل يعني يقارن شخص يعني درس بالكلية الحربية والعلوم العسكرية بآخر يحمل مثلا ماجستير أو دكتوراه أو درجة الأستاذية في علم آخر يا سيد سلطان؟ نعم، هو من الإنصاف أو لا؟ لا، من ناحية الإنصاف والعدل. وبالمناسبة التجرد في 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 الكلام صحيح، الذي درس في 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 الكلية الحربية بكون درس مناهج عسكرية بحتة لكي يكون عسكريا. مثلا اللواء كمال كان متخصص في الحروب الخاطفة وكان محاضرا في كلية القادة والأركان، تحرك على أساس أنه ينجز عملية خاطفة. فإذا كان بالذين لم يدرسوا في الكلية الحربية تمكنوا من إفشال خطته وقبضه هو أسيرا، فانظر لهذه العقلية. وبالمناسبة يعني العقل ليس محصورا فقط في 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 حجرات الدراسة، ولكن المفكر هو مفكر. نظرية المقيصيصة، ويمكن أنت ما بتعرف حاجة اسمها المقيصيصة، كيفية حمل المضادات للطيران على عربة التايوتا، جاء من رجل لا يعرف القراءة والكتابة، اعترضه الجيوش فقطع العربية وخدت مضادات للطيران، فأصبح الآن يعني مشى كنظرية لدى كافة العالم، كل الجيوش أصبحت تقطع وتخوض. فلذلك إحنا أبدا لا نستحقر إنسان الكفاح المسلح ولا نقلل شأنه من الذي تخرج من الكلية الحربية، ما احترامنا للكلية الحربية وما يحتوي من علوم عسكرية. نعم، طيب أستاذة منال، يعني هناك من يتحدث عن حرص الحركات المتفاوضة مع الحكومة على تحقيق مكاسب، يعني في 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 ملفي تقاسم السلطة والثروة، يعني بدليل هناك يعني أرقام تحدد من قبل المتفاوضين بنسب محددة وب يعني أمور أيضا معلومة، كيف تردون على ذلك؟ أمر طبيعي، أي تفاوض في نهايته بيكون في شكل للمشاركة في السلطة وفي الثروة بتاعت البلد. ده أي تفاوض نهايته بتصل لدي، ماشي ماشي غريب. ده من الهدف طبعا. لكن أنا إذا أصلا عندي مظالم في الهيكل السياسي والهيكل في الحكم، يعني في وسائل الحكم في منطقة معينة، أنا أزيل الظلم ده كيف؟ ما لم أحقق مثلا مناطق المنطقتين، منطقة الجبال النوبة جنوب كردفان ومنطقة النيل الأزرق إضافة لقرب كردفان،
الثلاثة مناطق دي عندها حق الحكم الذاتي مع مع وضع تشريعي واسع، حق لأنه يتم وضع تشريعات خاصة بالمناطق دي. ده ليه؟ لأنه المناطق دي اتضررت كثير جدا من الأنظمة بتاعت الحكم السوداني كانت قائمة. الآن لهم الحق إنهم يحددوا هم عايزين منو وعايزين يتم حكمهم كيف من حقهم. ودي دي احنا دايريننا في الشكل بتاع الدولة السودانية انها تحترم حقوق كل الاخرين الموجودين في الدولة داخل الحدود السودانية. نعم. طيب سيد السلطان، يعني الجبهة الثورية تحدد نسب محددة، مثلا 90 من عدد اعضاء مثلا المجلس التشريعي و 75 او 90 كما يعني راج في الوسائط، وعدد في المجلس السيادي، وايضا عدد من الوزراء، وتتمسك بهذا الامر بعيد عن يعني وجود برنامج يعني سياسي محدد لهذه القواعد التي تنادي وتقاتل باسمها. نعم، هو احنا لسنا طلاب سلطه. وإذا إحنا حاولنا أن نشارك في السلطة فقط للمراقبة على تنفيذ بنود السلام، نحن نرجو من مسألة السلام كيفية التبشير بمشروع، وهنا أتكلم باسم حركة العدل والمساواة السودانية، بكيفية التبشير بمشروع حركة العدل والمساواة السودانية كمشروع دولة. في الفترة اللي فاتت نحن حرمنا أن نبشر الناس، حرمنا أن نسوق مشروعنا، فلذلك إحنا بنفتكر أن الفترة الانتقالية فترة مهمة جدا فقط لشرح مشروع حركة العدل والمساواة للجمهور السوداني على أساس ننافس بها في الانتخابات. أما مسألتنا المجلس التشريعي ففعلا قصد منه ناس قحط بالذات، قصدوا بأنه يكون لديهم الأغلبية الميكانيكية على أساس أنه يجهدوا أي صوت آخر، وهذا ما نرفضه. وأنتم أيضا حريصون على وجود يعني على حصولكم على الأغلبية الميكانيكية. نيفر. نحن ما حرصنا على الأغلبية الميكانيكية، لكن يمكن يكون في أغلبية مش يكون في عملية نسبية، بحيث أنه مش هم يستأثروا بالكل على أساس يحجمونا ونكون كضيوف في البرلمان. وكيف عرفتم ذلك؟ نيفر. أنا برلماني. برلماني وبيعرف. يعني كان حزب أم عنده الحزب شنو البتال الأغلبية الميكانيكية، بس لا لا نعم نعم، ما هكذا. لابد من أن يكون هنالك في نوع من التناسب، بحيث أن الموضوع الذي يراد وخاصة المواضيع الوطنية ينبغي أن نتفق فيه جميعا، من غير الاعتماد على المرجعية السياسية أو المرجعية الأيديولوجية. نعم. ألا ترى نسبة 90 عضو في مجلس التشريعي كثير على الجبهة الثورية في وجود جبهات وحركات أيضا تقاتل وأحزاب سودانية في الداخل؟ هو لماذا المجلس التشريعي؟ لماذا؟ لماذا؟ تشريع وطني ومراقبة السلطة. إذا بقى تشريع وطني، إيش الاختلاف؟ إذا بقينا 100 أو بقينا 1000، ما دام الأمر يخص الوطن ينبغي أن نتوحد فيه، لا ينبغي أن نتخالف أو نتقاطع في حتة بتاعت أنتم كم وأنتم كم، إلا إذا كان هنالك سنية. وهذه سنية واردة ونحن نتخوف. لذلك نريد أن نحمي أنفسنا من خلال ما نفرضه، مش من خلال ما نفرضه، من خلال ما نطلبه في المفاوضات الاتفاق عليه. نعم. أستاذ منال، يعني هناك من يعتقد عليكم أنكم يعني تفاوضون يعني الحكومة من خلال العسكر، يعني مسألة المفاوضات ويعني ملف المفاوضات هو ملف الشق التنفيذي والشق المدني في الحكومة، ولكن أنتم تفاوضون يعني الحكومة من خلال العسكر وقبلتم هذا الأمر، في حين أن هناك من خرج لهذا السبب. فهمتك. بعد نجاح الثورة مباشرة كان في لقاءات بين قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية، اللقاءات دي تمت في أديس وما سمت تفاوض، ما سموها تفاوض ولا سموها تشاور. الأطراف الجبهة الثورية جزء لا يتجزأ
من قوى الحرية والتغيير، وهي شريكة في الثورة السلمية كما كانت في برضو حاملة للسلاح. يعني الجبهة الثورية شاركت في إسقاط النظام بالمستويين، الجانب المسلح والجانب السلمي، عن طريق مشاركة عضويتها ودعوتهم ومشاركتهم في المواقف السلمية داخل السودان في كل المدن. إضافة إلى ذلك هم كانوا حملاء للسلاح وقاتلوا النظام من الخارج بالسلاح. لما سقط النظام في النهاية دي نحن كلنا شركاء، ما في حاجة اسمها تفاوض بين شركاء، وده كان الأمر الطبيعي. لذلك الناس دي تلاقت في أدس في جلسات بتاع التشاور على أساس أن الناس تصل لحلول لكيفية المشاركة بتاعة الجبهة الثورية بكل مكوناتها في الحكومة الانتقالية كانت لسه متكونت. وما هو الشكل كانت لسه متكونت إليه؟ ولا كانت حتى اتفقوا على الاتفاق السياسي، ولا كانت اتفقوا على الوثيقة الدستورية، ده كله ما كان تم الاتفاق عليه. اعتبروا أن الجبهة الثورية جزء من قوى الحرية والتغيير، ولكن فشل هذا التشاور لأنه قوى الحرية والتغيير في ذلك الوقت، وللأسف أنا أقول يمكن ليه الآن في مشكلة، إنه اتخاذ القرار داخل قوى الحرية والتغيير في مشكلة. صعب جدا اتخاذ قرار موحد في الزمن المناسب داخل لكن ده أجسام قوى الحرية والتغيير. أجسام قوى الحرية والتغيير هي أجسام في نفسها متنافرة، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار يعني. نعم، وتوحدنا يعني حول إعلان قوى الحرية والتغيير كحد أدنى للاتفاق حد ما أسقطنا النظام البائد. والمفترض كان إنه بعد ده نفس الأجسام دي أو نفس المكونات دي يكون عندها أهداف مشتركة، يعني تحافظ على التماسك بتاع الاجسام دي مع بعض عشان تستمر. نعم، الا يحسب استاذه منال يلا خلينا نجيك انت ما لسه احنا ما وصلنا طيب. للحته بتاعت احنا ليه هسه احنا قاعدين نفاوض؟ قلت احنا بنفاوض العسكر. نعم. ما بنفاوض العسكر، العسكر دين الان هم الحكومه الانتقاليه، مكونه من الشق العسكري والشق المدني. الان الوفد بتاع الحكومي المفاوض فيه الجانب العسكري وفيه 4 وزارات تابعة للمجلس، مجلس الوزراء. ولكن العسكر هم من يترأس الوفد، الرئاسة لكن الإجراءات والنقاش، النقاش الدائر والتفاصيل اللي بتدور هي في ملف الترتيبات الأمنية، ممكن يكون عند العسكر والملف السياسي، ملف الحكم، مجلس السيادي، مجلس الوزراء. مجلس الوزراء ما هو عنده 3 وزارات مشاركة، وزارة يعني الدفاع مشاركة، وزارة الحكومة المحلية مشاركة، وزارة المالية مشاركة. بالأمس تابعنا المقاطعة وخروج الوفد، وفد حركة الحلو، من التفاوض بحجة أن يعني مفروض الرئيس وفد التفاوض يبقى مدني. طيب انا ده سؤال ولا دي جملة عرضية؟ لا طيب يعني خلاص تابعنا الأمر. طيب كويس. السيد الحلو مع احترامنا الكبير جدا لدوره لتاريخه النضالي، لكن هو وقع في بداية في 2019 شهر 10 وقع على إعلان جبهة، وقع عبد العزيز الحلو إلى جانب عبد الرحمن دقلو حميدتي، عبد الرحيم دقلو حميدتي اللي هو كنائب المجلس السيادي. الوثيقه دي موجوده، هاي الوثيقه دي موجوده، يعني شنو الجديد؟ يعني ما هو ده نفس هنا حميدتي يعني اللي وقع معه قبل سنه، ولكن شنو اللي يعني هناك مبررات يعني كما تابعنا ساقوها يعني من ساغوا هذا البيان. السيد سلطان، انتم يعني دعني اسالك باعتباركم شريك في الجبهه الثوريه، هناك مناطق تشهد اقتتال و صراع قبلي في السودان. ناظر الهدندوة صرح في آخر تصريح اتهم الجبهة الثورية بتأجيج الصراع في شرق السودان. طيب قبل ما أجي على سؤالك وإن شاء الله أجب عليه باستفاضة، أرجع لمسألة العسكر في مفاوضات جبهة أو في منبر جبهة. ما في عسكر. الذين موجودون هو نتاج للوثيقة الدستورية. هو نتيجة عمل اللي بسموهم قحطيون ولا حاجة بالشكل ده.
ناس القاعد جابوا المجلس السيادي، وبالتالي لا ينبغي أن نصفهم بالعسكر مجردا، فهم جهاز، جهاز كامل يتبع لدولة السودان نتيجة لبروسس بتاعنا الثورة. فلذلك مسألة وصف العسكر إجحاف، ما صحيح. الأمر الثاني، الجبهة الثورية تؤجج الصراع في 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 أنحاء السودان أبدا. الجبهة الثورية تريد السلام، ولا يمكن أن يكون السلام ما تأجيج الصراعات والاقتتال أبدا. فلذلك ما يقال هو كلمة يطلق على أعوانها من غير محلها. جبهة الشرك، مسار الشرك، أو مسار الشرك، مسار الشرك أسستها الجبهة الثورية لخصوصية قضية الشرك. وبالمناسبة يعني إحنا إذا رجعنا لمسألة اختلال السلطة والثروة في السودان، نجد أكثر أقليم في السودان مهمش ومهدد بالإنقراض أقليم الشرق، ولا بد من أن يحظى بحماية كافية. ولكن فلذلك فلذلك جاء مسار الشرك. صحيح الثورة مفتوح. أنتم متهمون بأنكم لم تستصحبوا أهل المصلحة في مسار الشرك تحديدا. نيفر، ما مسألة أهل المصلحة. إحنا لا نقف مع أشخاص، وإنما نقف مع القضاء، مع قضية. أدرك أنا طيب. السيد السلطان لا مدة الوقت الثاني ساعتين. أدركنا الوقت السيد السلطان، ولكن يعني في دقيقة لو سمحت أو نصف دقيقة. أستاذ منال الأول القيادية في الحركة الشعبية لتحرير السودان، ماذا تقول؟ السلام مطلوب أساسي ويمثل الضلع الثالث في شعارات الثورة السودانية، حرية سلام وعدالة، وبقى هو الضلع الأساسي الآن اللي احنا محتاجينه بشدة، لأنه يحصل استقرار للحكومة الانتقالية، يحصل تغيير للوضع المواطن السوداني بتوفير الاستقرار والأمن والسلام، وناشد الحركات التي لم تنضم إلى التفاوض أو التي تماطل أن تجد أكثر الوصول إلى سلام. سميه مماطلة مش كده؟ أسميه طيب. آية أسميه مماطلة. طيب شكرا جزيلا السلطان إبراهيم أبكر هاشم، رئيس ممثل حركة العدل، بل ممثل رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بالداخل. شكرا لك. شكرا جزيلا. منال الأول القيادية في الحركة الشعبية لتحرير السودان، شكرا جزيلا. شكرا لك. نعم، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم في أجندة الساعة. الأسبوع القادم أجندة جديدة وموضوعات جديدة. حتى جديد الملتقى، عاصر التحية لكم مني محمد خليل الشفاء. إلى اللقاء.